السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا ليكم من تاني، بقالنا كتير، معلش اعذرونا على التقصير في الفيديوهات، بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات تاني من الصغيرة اللي احنا كنا بنعملها، بس ان شاء الله الفترة الجاية نكون متواجدين معاكم بكثرة. انا حبيت بس اعمل تنويه لحاجة مهمة كده في الفيديو ده، بس هي حاجة صغيرة كده هعمل لها تنويه عشان يعني تبقى كل الناس اللي داخله قناه جديد او الناس اللي كانت موجوده قديم تبقى عارفه الموضوع ده. انا رتبت الفيديوهات كلها يا جماعه، اللي يخش على القناه هيلاقي في كلمه بلاي ليست، يدوس عليها هتفتح له كل الحاجات. يعني هتلاقوني مرتب ملفات منال موجوده في ايقونه اسمها ملفات منال، هتلاقي الاندو لوحده بكل الفيديوهات بتاعته، سواء كشرح فيديوهات كبيره او كحتى الفيديوهات الصغيره. هتلاقوا مثلا البروسيس موجود لوحده كشرح فيديوهات كبيره او فيديوهات صغيره، هتلاقوا البريو موجود لوحده كشرح فيديوهات كتيره، ومجمع اسئله الامتحانات برضو في ايقونه لوحدها، والملفات بتاعت ابطال الديجيتال برضو كلها جمعتها في فيديوهات لوحدها عشان نسهل على الناس اللي موجوده، لان النقطه دي اتطلبت مني كتير وانا حاولت ان انا يعني اعملها عشان تبقى بس تسهل على الناس اللي بتخش القناه، سواء لسه داخله جديد او داخله من زمان، يبقى الموضوع بس مترتب معاه، ما تفضلش تاخد فيديو من الشرق ومن الغرب وكده. فاي فيديو انتوا محتاجينه خشوا على الايقونه اللي انتوا عايزينها وهتلاقوها. وهتلاقوا في ايقونه تانيه بقى لوحدها خالص اسمها فيديوهات عامه، دي بقى اللي هي ايه الكلام اللي مش في حاجات مخصوص او بالاخص، لا هتلاقوا فيها فيديوهات عامه في اي حاجه، سواء فيديوهات كبيره او فيديوهات صغيره، فيديوهات عامه لاي حاجه. فلو ما لقيتوش حاجه انتوا عايزينها معينه او حاجه معينه انتوا عايزينها، ممكن لو دخلتوا على الفيديوهات العامه او دخلتوا على النقطه بتاع الفيديوهات عامه، احتمال ان شاء الله ان انتوا تلاقوها موجوده فيها. فبس دي النقطه بس الصغيره اللي كنت حابب انوه عليها، يعني بس يعني تقديرا كده للمجهود. والله عملت مجهود كبير عشان اقدر ارتبهم، كانوا حوالي 500 فيديو ولا حاجه عشان افضل ارتب وانقل من هنا لهنا، خدت من الواحد مجهود كبير جدا. فتقديرا للمجهود يا ريت بس تنشروا القناه، عشان زي ما احنا قلنا قبل كده عايزين القناه تكبر شويه عشان نقدر نستفيد زي ما احنا بنحاول نستفيد نفيد الناس يعني، او نعمل فايده للناس. فبعد اذنكم اعملوا لايك للفيديوهات، اللي يشوف فيديو يعجبه يدوس عليه لايك عشان الفيديو ينتشر اكتر، ياخده يعمل له شير على الصفحات اللي عنده عشان ينتشر اكتر برضه، ويبقى في القناه عدد كبير ونقدر نستفيد منه، ويكتب لنا اي كومنت كده او اي تعليق، ده برضه بيساعد على ان الفيديوهات تنتشر اكتر. يكتب اي كومنت لو حد عجبه الفيديو او حابب ان هو يسال اي سؤال او اي حاجه. فدي بس كانت حاجة مهمة حاولت ان انا اعملها عشان كانت ناس كتيرة بتطلبها مني. فاي حد يخش جديد على طول يخش على البلاي ليست، ان شاء الله هيلاقي الدنيا مترتبة والدنيا واضحة معاه والدنيا كويسة، فان شاء الله تساعده او تعمله مساعدة عشان يقدر او يقدر يستفيد او يقدر الموضوع تبقى مترتبة معاه. وزي ما انا قلت لكم كده، اتمنى ان انتوا تدعمونا، واتمنى ان انتوا دايما تبقوا بتنشروا القناه وبتنشروا الفيديوهات، وزي ما قلت كده دايما اللي يعجبه فيديو يا ريت يعني تدوس عليه لايك او تعمل عليه لايك وتحاول تنشره. وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى فيها ترتيب افضل وهيبقى فيها حاجات افضل ان شاء الله باذن الله. واتمنى دايما ان اكون بقدم لكم الفايده الكويسه وبس كده، ونشوفكم على خير دايما ودايما في تفوق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.